مرحبا ويعطيكم العافية، معكم المهندس عدنان مسادة. راح نتعرف في هذا الاكسرسايز على واحدة من أهم الفيتشرز اللي بيقدمها مايكروسوفت إكسل، وهي عبارة عن الشارتس أو الرسوم البيانية. طبعا مايكروسوفت وضع لنا مجموعة من الشارتس نقدر إحنا نستخدمهم. هذه الشارتس بستخدمها لداتا اوريدي اكزيست، يعني واصلتني من داتا انتري، أو ممكن تكون ناتج لي عمليات حسابية، فانكشنز وفورميلا أنا اوريدي عملتهم على داتا موجودة عندي، وبدي أطلع فيهم سامري، ريبورتس، داشبورد أند سو أون. فبالنهاية أنا بكون بحاجة إني أستخدم هذه الشارتس. راح نتعرف اليوم على مجموعة منهم، البيسك شارتس كومون، وأي واحد فينا معرض إنه يستخدمهم. فخلينا نشوف إيش كل شارت وإيش الديتيلز وهاو تو انسرت شارت أند سو أون في هذا الإكسرسايز، وندخل مع بعض على الشيت كولوم أند بار شارت. في هذا الإكزامبل في عندنا تيبل فيه مجموعة من الديبارتمنتس، البرودكشن، بروكيورمنت، الكواليتي، اتش ار، اند ماركتنج اند سيلز. ولكل ديبارتمنت في عندي نمبر اوف امبلويز اللي هم عدد الموظفين بكل ديبارتمنت، طبعا مقسمين الى ميل اند فيميل. هون بس من الجدير بالذكر انه اكسل ما بيحكي لك ايش هو افضل شارت انت لازم تستخدمه، فانت لازم يكون عندك على الاقل انه هاو تو ريبريزنت يور داتا، كيف بدك ترسم لهم الشارت؟ هل انت بدك اياه كولوم شارت ولا بار شارت ولا باي شارت ولا لاين شارت ولا بدك اياهم سكاتر اند سون؟ ف اوكي هو بيعطيك الريكومنديشن ايش الشارت المناسب لهذه الداتا، ولكن ستيل انت لازم تكون تعرف كيف بدك ترسم هذه او ايش انسب شارت للبيانات الموجوده عندك. فراح نستخدم احنا لهذه البيانات الموجوده عندنا الكولوم شارت بالاضافه الى البار شارت. الشارتس الموجوده عندي بإكسل موجودين بتاب انسرت، فإلهم جزء خاص فيهم اللي هم عبارة عن الشارتس، طبعا باختلاف الفيرجن لمايكروسوفت إكسل ممكن يكونوا بهذه الطريقة أو ممكن يكونوا بشكل طولي، ولكن هم موجودين في تاب انسرت بغض النظر عن إيش الفيرجن الموجودة عندك من مايكروسوفت إكسل. الكولوم شارت موجود عندي في تاب الكولوم، في عندي دروب داون ليست لكل الكولوم شارت، وأيضا البار شارت موجود عندي اسفل الكولوم شارت. طبعا في بعض الفيرجن بيفصلهم عن بعض، ولكن هم نفس البروسيجر ونفس طريقه نفس الطريقه اللي راح نعملها بعد شوي مع بعض. طيب الان لحتى ترسم انت الشارت في اكثر من طريقه، رايحين احنا ناخذ اكثر من طريقه وناخذ الطريقه العامه اللي احنا بدنا نعرفها، لانه مش دائما بيكون في عندك التيبل جنب بعض البعض، يعني ممكن يكون الديبارتمنت هون ولكن الكولوم الثاني اللي فيه الاعداد بيكون بعيد عنه، مثلا مش بالعمود بي المجاور، لا 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 ممكن يكون في العمود او. فرايحين نشوف احنا الطريقه العامه لرسم اي شارت. فبندخل على انسرت وبعدين نختار منه الكلاسترد كولوم. اوكي الكلاسترد كولوم بيطلع لنا بلانك شارت، يعني شارت فاضي. والان انا بدي اعمل ايش؟ سيلكت الداتا بحيث ارسم فيه البيانات. مباشرة بكبس عليه كليك يمين، نكليك يمين بختار select data. بس اختار select data راح يطلع عندي dialog box ل selected data source، وبعد هيك راح يكون في two box. اول box راح يكون خاص بالسيريز، يعني بالداتا اللي انا بدي ارسمها، والbox اللي على right hand side على ايدكم اليمين راح يكون بخص الاكسس ليبل او الهوريزونتال كاتيجوري. مباشرة بروح على اد على الليفت هاند سايد، اوكي على ايدكم الشمال في عندي هون بوتوم خاص باد، بكبس على اد وبيطلع عندي ديالوج بوكس. بداية بحكي لي ايش السيريز نيم، يعني انت اللي بدك ترسمهم ايش السيريز نيم. هذه طبعا ايش؟ اوبشنال، ممكن تدخله ممكن ما تدخله، ممكن تعدله. اوكي فاحنا السيريز نيم بداية خلينا نرسم نمبر اوف امبلوي، فراح احكي له انا راح ارسم نمبر اوف امبلوي. بعدين بيحكي لي ايش السيريز فاليو، بداية هذا الواحد لازم نشيله، نكون متفقين انه نشيله، اما بنشيله بنعمل له ديليت او انه ايش اوريدي بنعمل له سيلكتد، هو راح يروح بشكل تلقائي، لكن احنا خلينا دائما نشيله. وبعد هيك بختار ايش هم الارقام او الداتا الموجوده عندي اللي هم نمبر اوف امبلوي. بعد هيك بكبس اوكي، ولاحظ هو بيعمل لك بريفيو، يعني اللي انت اخترته اوريدي رسم لنا اياه بهذا الجزء الموجود عندنا هون او ب الشارت اللي اوريدي انا عملت له انسيرت. لكن لاحظ هذا الكولوم معطينه ليجند او ليبل، واحد هون، اثنين هون، ثلاثه هون، اربعه هون، خمسه، بس انا هذول بدي اياهم يكونوا از ليبل، يعني بدي يكونوا برودكشن، بروكيورمنت، كواليتي اند سو. فبروح على الرايت هاند سايد اللي هو الجزء اليمين من الشارت،
من الديالوج بوكس الطالع عنا وبعمل إديت. من إديت بحكي لي الأكسس ليبل رينج، بختار الليبل رينج اللي أنا اخترته لازم يكون على قد إيش السيلكتد داتا اللي أنا أوريدي رسمتها. يعني أنا رسمت لفايف ديبارتمنت، لازم أختار فايف ليبل. أوكي، بعد هيك بعمل أوكي، وبعدين كمان بعمل أوكي، وبنلاحظ عنا طلع عنا هذا الشارت. طبعا الشارت معروف، في عنا هوريزنتال أكسس، فيرتيكال أكسس، في عنا الشارت تايتل، إيش العنوان لهذا الشارت. ولكن هسه راح نشوف بعض الأشياء أو الإليمنت الموجودة عندي اللي أنا بقدر أضيفها على هذا الشارت. طيب، بداية أنا في عندي من شارت ديزاين هون، مجرد ما كبست أنت على هذا الشارت راح يطلع في عندك تاب خاص بشارت ديزاين، في شارت ستايل تقدر أنت تختار أي واحد فيهم. أوريدي مايكروسوفت إكسل عامل لنا إياهم، يعني بقدر أختار هذا الستايل، بقدر أختار أكثر من ستايل زي ما هو موجود عندي هون، بقدر أختاره. تقدر تعمل أنت يور أون ستايل، إحنا ما بدنا نختار ستايل جاهز، بدي أشوف أنا كيف بدي أعمل يور أون ستايل. يعني مثلا أنا ما بدي هذا الهوريزنتال أكسس، بدي مثلا الليبل يكونوا موجودين عندنا إيش على كل بار، يكون كاتب لي number of employee بشكل منفصل، ما في مشكلة. بدخل على الشارت، أول ما أفعله بتفعل عندي الشارت ديزاين، بعد هيك بعمل add chart element. باي ذا واي هذول باكسل فيرجن اللي مثلا 2010 او 2013 راح يكونوا مفصولين هون بشكل منفصل، لكن هم ايضا على كل الحالات اسمهم chart element. الان بدخل على data label، ومن data label راح يكون في عندك اكثر من خيار، انه انت مثلا بدك الليبل يكون بسنتر، بسنتر كل بار يحط لك الرقم. لاحظوا هون معي البريفيو كيف بيطلع عندي الرقم 40 على البرودكشن هون سنتر or inside end، يعني بيكون داخل البار ولكن على نهايته، أو inside base بيكون بأسفله، outside end يعني بيكون بنهايته ولكن فوقيه، أو بيكون data call out، الcall out بيكونوا موجودين بهذا الشكل. تمام، مثلا احنا نختار outside end، انه كل بار فوقيه في عندي number of employee الموجود عندنا هون. مثلا انا الهوريزونتال الفيرتيكال اكسس هذا خلص ما عاد بدي اياه، لانه بطلت استفيد منه، اوريدي في عندي الارقام موجودين هون عندي على كل بار. فبدخل مباشره على ايش اد شارت اليمنت، وبختار ايش الاكسس، لان الاكسس الموجودين عندي هون بحكي له عن الفيرتيكال اكسس ما بدي اياه، هو بيكون سيلكتد، انا بعمله ان سيلكتد. مجرد ما عملته ان سيلكتد فبيروح في من عندك ايش الفيرتيكال اكسس. مثلا ايش كمان نختار الجريد لاين، انا الجريد لاين ما بدي اياهم يكونوا موجودين عندي هون، فبحكي الجريد لاين بيكونوا سيلكتد، بشيل عنهم السيلكتد، فبطل في عندي ايش جريد لاين. تمام، فهذا اول نوع من انواع الشارت اللي رايحين ناخذه، اللي هو عباره عن الكلستر كل. طيب الان نشوف النوع الثاني. هون في عندي لكل ديبارتمنتس في عندي موجود number of male employee و number of female employee، راح نشوف لهم نوع chart ثاني نستخدمه، هو أيضا يعتبر as a column chart ولكن هو عبارة عن stacked column، يعني المصفطين فوق بعضهم البعض. أوكي، نكبس عليه وهيك كليك يمين زي ما أخذنا. طبعا طريقة رسم أي chart بنفس البروسيجر، selected data بيطلع لنا dialog box فيه جزئين، بوكس على الشمال وبوكس على اليمين، بوكس الشمال بخص السيريز واليمين بخص الليبل. بختار اد، من اد بحكي له بدي ارسم الان الفيميل، وبالسيريز فاليو بشيل الواحد وبحكي له هذول هم الفاليو تاعون ايش الميل، بعدين بعمل اوكي. بعد هيك برجع بعمل كمان اد، بحكي له الان راح ارسم الفيميل الان بالسيريز فاليو، برضو بشيل الواحد وبحكي له هذول الفيميل. لاحظوا كيف رسمهم فوق بعض، يعني ستاك مصفطين فوق بعضهم البعض. بعدين بعمل ايش اوكي، وبداتا ليبل بعمل ايديت وبختار الليبل زي ما تعلمنا قبل شوي. الان هيك هذا الشارت صار موجود عندي، في عندي لكل ديبارتمنتس برودكشن بريكيورمنت، في عندي صار تو كولوم فوق بعضهم البعض، واحد بخص نمبر اوف ميل امبلوي والثاني بخص نمبر اوف فيميل امبلوي. الان بقدر كمان اعمل اد شارت اليمنت واختار ليبل، ومن ليبل اختارهم مثلا يكونوا انسايد او بيكونوا مثلا سنتر، بحيث يحط لي بكل داخل بار ايش النمبر الموجود عندي. بقدر ايضا الان بدي اشوف اللون الازرق هو يعني ريفيرت توت،
واللون الاورنج ريفير تو وات اللي هو الليجند، يعني بدي يكتب لي هون اللون الازرق يخص الامبلوي او الميل امبلوي، واللون الاورنج بخص الفيميل امبلوي. فراح ادخل على اد شارت اليمنت واختار ايش الليجند او اللي هو العنوان التفسيري، وفي عندي له اكثر من خيار، اما بحطه على اليمين على الشمال من فوق من تحت، فا اتس اب تو يو كيف انت بدك شكل الشارت الموجود عندك. نختار احنا نختاره يكون من تحت الشارت، فهيك بيكون في عندي كل عناصر الشارت موجودة. عندي number of employee باللون البلو، number of female employee باللون الأورانج، وفي عندي أرقام الليبل لكل بار موجود عندي، وهذا النوع الثاني اللي رايحين ناخذه. طيب أيضا على نفس هذا الشارت أنا بقدر مثلا قررت بعدين بعد ما أنا رسمته أنه لا ما بدي إياهم يكونوا stacked كلهم فوق بعضهم البعض، بدي إياهم يكونوا جنب بعضهم البعض. أوكي، مباشرة بكبس عليه وبختار change chart type. من change chart type يظهر عندي كل الكولومز الموجودين، أو عفوا كل الشارتس الموجودين، وأنا بقدر أنتقل من أي واحد للثاني. فمثلا بحكي له أنا ما بدي stacked column، رجع لي إياهم clustered column، فراح يرجع لي إياهم بهذه الطريقة ولكن جنب بعضهم البعض بنفس الإليمنت ونفس السيتنج ونفس الستايل اللي أنت عملته، بيغير لك فقط الشارت تايب من stacked column لا clustered column. طيب النوع الثالث من الشارت راح ناخذه هو عبارة عن البار، والبار زي ما حكيت إما بيكون مفصول لحاله بار شارت أو بيكون موجود من ضمن الكولوم شارت مع بعضهم البعض. فنختار البار شارت، ومن بار شارت راحين نعمل كليك يمين وبعدين select data، بعمل add، بعد هيك بحكي له خلينا نرسم number of employee، وبعد هيك نختار النمبر اف امبلوي الموجود عندنا، ولاحظ انه ظهر عندي نمبر اف امبلوي، وبعدين بنفس الطريقه الداتا ليبل بحطهم او بختارهم زي ما تعلمنا بالكولوم تشارت. بعدين بعمل اوكي، وبنلاحظ انه هذا هو الكولوم تشارت ايضا صار مرسوم عندنا لكن بشكل بار مش على شكل كولوم. طيب ايضا بقدر اضيف الاليمنت اللي انا بدي اياها، يعني مثلا ما بدي الهوريزونتال اكسس يكون موجود فبشيل الهوريزونتال اكسس، مثلا بدي الاكسس تايتل بقدر احط الاكسس تايتل موجود عندي على الفيرتيكال اند الهوريزونتال اكسس، مثلا هون في الاكسس تايتل راح احط الديبارتمنت، وفي الهوريزونتال اكسس هون الموجود عندي ايضا راح اكتب له نمبر